عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. وزي ما قلت لكم بنتكلم أكتر عن الدوري والاستعدادات للموسم القادم بإذن الله، موسم قوي إن شاء الله وشكل جديد للكرة المصرية. وبالتأكيد كل المسؤولين داخل الأندية ليهم آراء وشاركوا بأفكارهم المختلفة، والاستعدادات للموسم القوي الجديد هيكون منورا الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي أنفي. بنرحب بحضرتك يا كابتن محمد، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا وصباح الفل عليك. صباح الخير يا فرح، وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير يا رب ان شاء الله وسعاده، يبقى موسم جميل كده على الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. كان لينا حديث مطول مع حضرتك في اكتر من مناسبه، اتشرفت ان حضرتك تكون معايا ايضا على التليفون ما قبل بالظبط الاجتماع، واتكلمنا على تفاصيل كتير جدا. كان ابرزها واللي انا فاكراه ان حضرتك كنت معترض. صحيح، كنت معترض على فكره الشكل الجديد للدوري، وان شفت من وجهة نظرك ان ده ممكن يوقع ظلم على العديد من الاندية او الاندية اللي دايما بتكون بتنافس في النص الثاني من الجدول. تعليقك ايه؟ عايزين نعرف منك ايه اللي دار، ايه اللي حدث في المجتمع، ايه اللي خلى انه الاندية اللي بتكلم عليها دي يكون عندها تغيير في وجهة النظر؟ الاول هو طبعا من البداية لما كان الدوري اتعرض بالشكل ان هو هيبقى اللي هو بقى الواقع دلوقتي، يعني ان هو يبقى الدور الاولاني بس 17 مباراه، وبعد كده الفرق تتقسم ل 10 و8. فده كان فيه انا شايف انه اجحاف كبير جدا لانديه، ان اولا في انديه هتلعب اقل وانديه هتلعب اكتر، يعني ال 10 اللي هيبقوا فوق اللي هيلعبوا على بطوله الدوري هيلعبوا ماتشات اكتر من الثمانيه اللي هيلعبوا على الهبوط، فدي في حد ذاتها مفيش تكافؤ فرص. اتنين، ان تملي في الكوره يعني ثوابت معروفه، ان في انديه معينه بتلعب بتنافس على الهبوط او الدنيا مش احسن حاجه، خاصه بعد الاسعار اللي ماشيه في البلد دلوقتي بالنسبه للعيبه واسعار اللعيبه. احنا الحمد لله الحته دي بعاد عنها شويه عشان عندنا القطاع، بس في الاخر الموضوع هيبقى فيه تلعبي 8، لو كان زي ما قالوا 8 هتلعبي 7 ماتشات. انا بتكلم في الاول 7 ماتشات ممكن فرقه تنزل. كان في برضو حاجات تانية كتيره، كل ده قلناه ان هو ممكن فرقه من العشره اللي فوق اللي هي نعتبرها العاشر في الاول، يعني ممكن تجيب مثلا 30 بونت، وممكن اللي ينزل يبقى 32 بونت. ده كان وارد لان نتائج، فازاي ده يتم؟ ما علينا. فكان دي من ضمن الاسباب اللي احنا شايفين ان مش هيبقى فيها تكافؤ فرص. من الحاجات اللي خلت الناس توافق على الشكل الجديد حاجتين اتعملوا، انا شايفهم ان هم نوعا ما حاجات كويسه، ان خلوهم بقوا 9 و9 سووهم، وخلوا النزول 2. فده خلى الموضوع نوعا ما أحسن. مطمئن شويه، ولو اني ان احنا كان انبي كانت عامله بروبوزل كده صغير ان ممكن يتلعب عادي الدوري زي ما هو بالشكل العادي، وكنا فعلا عاملين جدول. الاستاذ ايمن الشريعي كان شغال فيه بشكل كويس قوي، كنا شغالين فيه وكان رايح معاه الجدول ده. بس في النهايه طالما الناس شايفه ان مصلحه الكوره في الشكل الجدول ده، اكيد كلنا هنبقى خلاص، ده امر واقع دلوقتي. امر واقع. فدي كانت بعض الاعتراضات اللي احنا كنا شايفينها، واعتقد ان هي كلها اللي احنا بنتكلم فيه حاجه منطقيه جدا. يعني ما ان احنا اتكلمنا على الجدول اللي كان محضره الاستاذ ايمن الشرعي، خلينا برضو نتطرق لجزئيه ترشحه. عايزين نعرف من حضرتك هل هو فعلا ناوي يترشح للرابطه؟ والله هو الاستاذ ايمن مش مساله ان هو عايز يترشح، هو كل اللي يهم الاستاذ ايمن الشرعي، وانا بتكلم بجد والله، ان هو في شويه حاجات بالنسبه لنا كومنتات كبيره هو عايز يبقى فيها، مش مهم بقى هو يعملها او حد غيره. ما ده حق مشروع للجميع ان يكون عندك تطوير او وجهات نظر مختلفه تضيف للمنظومه. على فكره هو طول الوقت بيقول انا مش عايز ابقى موجود او ابقى انا، لا انا ممكن اشارك في ده من بره، حتى وهو مش لازم يبقى جوه. القصه في النهايه ان فيه شويه اخطاء من وجهه نظرنا طبعا، هو بيبقى حابب ان هي دي تتصلح وتبقى مظبوطه والدوري يمشي بشكل منتظم. انما كل ان هو عايز يترشح، لا مش بالشكل اللي الناس فاهماه، او ان هو لا خالص يعني. لا مش
مش ده المخطط مش أو مخطط خالص. هو كل المخطط ان احنا عايزين يبقى الشكل تطوير التطوير ممكن بقى من خلال استشارات منه ممكن يترشح يعني الانسب ايه اعتقد مش فارقه كتير مش فارقه كتير. طيب خليني اروح معاك للسوبر واتكلم معاك عن زاوية السوبر مع نادي الزمالك وفوزه بلقب السوبر الإفريقي ولكن من زاوية محمد حمدي. تمام. محمد حمدي كان أكتر لاعب الكل منتظر مشاركته في البطولة دي. دي حقيقة. وكان هيحل أزمة كبيرة جدا لنادي الزمالك في المركز ده. ولكن لاعب مش جاهز ولسه ما تمش جاهزيته الكاملة أو الدفع بيه. علشان كده هداية برضو يخلينا نتكلم على التفاصيل الخاصة بقى بعقد محمد حمدي. ليه أكتر عقد لما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي عمل لغط كبير قوي وعمل كلام كتير قوي والناس كلها قالت طب هو إيه تاني اللي مطلوب من نادي الزمالك؟ يعني اللي هو خدوا اللعب وعليه 300 طلب وبنود كتير وطلبات كتير قوي 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 قوي. عايزين نتكلم مع حضرتك على الطلبات الخاصة بمحمد حمدي وإيه الأسباب إنه اللاعب كل الطلبات دي كانت متواجدة في عقده وتقول لنا كده حاجات ما نعرفهاش في الكواليس. في الكواليس يعني. طيب أولا الأول بس أنا ببارك لنادي الزمالك طبعا على بطولة السوبر وهارد لك للنادي الأهلي. النادي الأهلي نادي كبير وبطولة عادي وأعتقد إن الموسم اللي فات برضو كانوا ابتدوا بخسارة السوبر وما شاء الله بعد كده خدوا كل البطولات. صحيح. ونبارك نادي الزمالك مباراة كانت جميلة جدا في الحقيقة مباراة شرفت الكرة المصرية في القوة والأداء وكانت حاجة محترمة بصراحة. استمتعت بالمباراة جدا جدا والله جدا كان ماتش كويس و يعني من خبرات حضرتك في الكورة وفي قيادة اللقاءات اللي بالشكل ده والريمونتادا الكامباك اللي عمله نادي الزمالك الإحباط اللي تعرض ليه اللعيبة من ضربة الجزاء الأولى كل التفاصيل دي خلت حضرتك تستمتع تشوف إن ده كان لقاء كبير؟ طول الوقت تملي ماتشات الاهلي والزمالك حتى لو في فرقه احسن من فرقه قبل اللقاء بس طول الوقت بيبقى فيه نديه انما ده من الماتشات اللي كان فيه نديه فعلا قبل وخلال وبعد في الحقيقه قبل انت عارفه الجماهير الماتش نفسه المباراه كانت قويه جدا كان فيها روح عاليه جدا 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 بصراحه يعني ويمكن اعتقد الروح كانت اعلى شويه عند نادي الزمالك وده اللي فرق مع لعيبه نادي الزمالك. فنيا المباراه كانت جميله كان فيها شويه شغل تكتيك عالي جدا من جوميز وطبعا اكيد كولر يعني يمكن التوفيق شويه خان مستر كولر في الماتش ده انما في النهايه كان ماتش رائع وكان ماتش كويس والميزه ان هو كان في السعوديه والناس كلها بتتفرج ف كويس قوي ان الكره المصريه في المحافل الخارجيه دي بتظهر بالشكل اللي احنا نتمنى تظهر ده بالنسبه لمحمد حمدي انا بس عايز اقول حاجه ان هو ان شاء الله يعني ده اعتقد ان ده مستقبل الكره المصريه في المكان ده اولا لعيب سنه صغير لعيب منتخب الاولمبي لعيب مميز لعيب يعني اعتقد ان هو هيبقى في الفتره اللي جايه باك ليفت منتخب مصر ان شاء الله بدون معطى. التفاصيل بتاعت محمد حمدي احنا موضوع زياد كمال كانت الناس قالت ده امبي ضحك على الزمالك وخد بياخد فلوس كتير بس للاسف زياد ما شاركش يعني ما بيشاركش ودي كانت نقطه سلبيه جدا بالنسبه لنا لان زياد بالنسبه لنا لعيب مهم ولعيب كويس قوي وعنده امكانيات عاليه لسه ما ظهرتش في نادي الزمالك لانه ما بيشاركش يعني فكان اهم حاجه بالنسبه لنا في عقد محمد حمدي المشاركه نسبه المشاركه ان هو عايزينه يشارك ده كان الاتفاق لان انا بالنسبه لي محمد حمدي كمان ده حاجه واعده وحاجه احنا بنعدها ان هو يبقى بتضمن له حقه في المشاركه وعشان كمان ده لاعب بتاعي اضمن ان هو مستواه يفضل ثابت ما ينفعش انا اوديه الزمالك اللي المفروض انا بوديه ويبقى في المنتخب المصري ده طبيعي ده صحيح اساسا احنا وافقنا عشان كده فاحنا كان اهم حاجه بالنسبه لنا نسبه المشاركه في الدوري المحلي وافريقيا فده كان فيه شرط ان احنا محمد حمدي يشارك بنسبه معقوله من في المباريات يعني ده كان الاتفاق. الناحيه الماليه احنا تقريبا يعني كاننا طلعنا محمد حمدي مش كتير يعني 3 مليون في السنه فده مبلغ كان هممنا اكتر زي ما قلت لك يا فرح ان احنا يشارك محمد حمدي. وفي نفس الوقت البنود اللي حضرتك بتقول عليها كتير دي انا شايفها احنا حطينا بنود اللي هو في الاخر كله لو الزمالك خد الكونفدراليه وان شاء الله يعني ياخدها ممكن كل اللي ناخده 2 مليون جنيه بس هي بنود كتير انما مبالغ القصه مش مبلغ القصه زي ما قلت لك احنا المره دي
عايزين المشاركه مش عايزين الفلوس. مش عايزين الفلوس. اه يعني يبقى معنى كده انك مش هتاخد، لو انت مش عايز الفلوس يبقى مش هتاخد فلوس زياد كمان بقى النادي الزمالك المفروض يطلعها. لا ده انا عايز اروح اخدها دلوقتي. أنا دلوقتي اطلع على عينك على طول. دلوقتي احنا يعني احنا فرحانين طبعا الزمالك كسب البطوله. يعني عشان مشاركه عشان ولا فلوس يا كابتن؟ لا ما احنا الاثنين، احنا عايزين الاثنين. خدنا من زياد الفلوس وعايزين محمد حمدي المشاركه. بس صدقيني زياد لو شارك، والله انا بتكلم بجد، زياد كمان لو شارك انا بقول لك جماهير الزمالك هتفرح بيه. قبل ما اتكلم معاك على مشاركه زياد كمال وايه اللي بينقصه او رؤيه الفنيه لمستر جوزيه جوماز، المقابل المادي هيكون قد ايه اللي هيحصل عليه فريق امبي ما بعد الايام القادمه؟ بالنسبه لزياد يعني بعد بالنسبه لزياد 50,000 دولار. 50,000 دولار اكيد قعدتوا اتكلمتوا هتصرفوهم فين؟ ما نصرف، هم اتصرفوا قبل ما يجي. اتصرفوا بالظبط بس تلاقيك حاطط بلان على يعني. لا والله اتصرفوا صحيح يعني. هم هل صفقه جديده؟ هل من الصفقات لا الجديده؟ احنا التملي من الانديه اللي احنا صفقاتنا قليله جدا جدا. احنا عملنا السنه دي قطاع ناشئين قوي جدا ما شاء الله. بصراحه والنادي بايونير اللي احنا بنرعاه يعني، فبناخد منهم، فبقى عندنا منفذين بناخد منهم. مفيش صفقات يعني، يعني احنا السنه دي قطاع الناشئين ما شاء الله مطلع لنا 4 لعيبة 2005 و2006 و2007 وخدنا من بايونير تقريبا 4 لعيبة منهم 2 برضو من ولاد النادي و2 أفارقة من بايونير. هي دي الصفقتين اللي احنا يعتبر عملناهم فعلا، اللي هو محمد سمير أخو سعد سمير لاعب طلع الجيش صفقة انتقال حر، وأحمد عاطف اللي هو شيكو محارب من غزل المحلة برضو صفقة انتقال حر، والاثنين دول أعتقد هيبقوا حاجة كويسة الموسم اللي جاي. في انما احنا ما بنعملش صفقات يعني. احنا ممكن نورد مكتفيين بالذخيرة اللي عندكم. ما انا لو ما عملتش كده مش عارف اكمل. صح. وانت مش بتعمل لنفسك بس يا كابتن، انت بتعمل ما شاء الله للأندية. يعني ده استثمار وفي نفس التوقيت استفادة، وحضرتك بتفيد الكرة المصرية وباقي الأندية، وده إن يدل على إنه استثمار ناجح. الحمد لله. الحمد لله في 2 من اللعيبة لسه إحنا بنتكلم عليهم في موسم واحد فقط بينتقلوا لنادي الزمالك. هتكلم مع حضرتك أكتر على زياد كمال، عدم مشاركته مع نادي الزمالك، إيه اللي بينقص اللاعب أو رؤية جوزيه جوماز الفنية؟ ولكن هستأذنك أستأذن مشاهدينا فاصل قصير نرجع لحضرتكم مرة تانية، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم فقرتنا مع كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي أمبي واللي منورنا النهاردة. عودة لحضرتك يا كابتن محمد مرة تانية، هستكمل معاك حوارنا مع 2 لعيبة من أهم لعيبة فريق أمبي واللي انتقلوا لنادي الزمالك. محمد حمدي بيلعب باك ليفت وبيلعب ديفندر وبيلعب جناح شمال وعشرة. وبيلعب 10 كمان، يعني لاعب جوكر. دي حقيقة. زياد كمال بيلعب نص الملعب، 6 و8 من اللعيبه المميزين قوي. عايز اعرف عدم مشاركه زياد كمال رغم انه نادي الزمالك في الحته دي الكل شكك ما قبل المباراه، والكل قال انه نادي الزمالك ملعبه هيكون يعني مضغوط بشكل كبير وممكن ان هما يقف، لدرجه ان الناس بقت تفكر طب ما عمر جابر يلعب نص ملعب، طب ما دونجا هيلعب ولا لا، طب مين يلعب يشيل نص، طب عبد الله السعيد ومعاه ناصر ماهر ولا عبد الله السعيد فقط، لكن ما حدش قال ولا زياد كمال. فايه السبب؟ السبب وجهه نظر ان هما نادي الزمالك في نفس التوقيت اللي هما خدوا فيه زياد راح عبد الله السعيد وراح ناصر ماهر، فاعتقد ان دول كان اسهمهم اعلى من زياد، لان زياد بالنسبه لهم اصغر طبعا، زياد اصغر كمان من ناصر ماهر يعني. انما هو ككواليتي ما يقلش عنهم صدقيني خالص يعني، محتاج ان هو ياخد الفرصه ويلعب، اعتقد اسمه هيتقال. انما هو في التوقيت اللي الزمالك خد فيه زياد كان خد حوالي، وكان بالمناسبه كمان كان احمد حمدي اعتقد قبل ما يتصاب كان في نفس الفتره، فكانوا جابوا مجموعه كبيره جدا في نص الملعب بيتنافسوا على المراكز دي في نفس المكان 10 ونص وأعتقد ملعب. اعتقد ان جماهير الزمالك كلها او جماهير مصر كلها قالت ان الزمالك عمل اخطاء في ان هو جمع كلهم مكان واحد تقريبا وعدد كبير. بس ده موجود في النادي الاهلي، انك انت بيبقى عندك لكل لاعب هقول لك بقى نفس اللاعب على نفس المستوى. الطبيعي بقى ان اما بيبقى مجموعه كلها جت في نفس المكان لازم الكل ياخد فرصته، بس اعتقد ان هم كانوا مزنوقين او حاجه فلعبوا اللي جاهز بالاسامي اللي هو نقدر نقول اقوى.
الخبرات اكتر، الخبرات اكتر يعني، ده اعتقد يعني. انما في النهايه زياد لما هيشارك اعتقد ان هو هيبقى ليه هيثبت نفسه، لا هيثبت نفسه زي شحاته بالظبط. زياد لعيب كبير، زياد كمال لعيب كبير صدقيني والله. هل زياد كمال مش فيت انف يعني، محتاج يبقى فورمه اكتر من كده؟ برضو انا بكلم حضرتك من كل الجوانب او اللي بيتقال، هل زياد كمال محتاج ان هو ينزل في الوزن اكتر، يهتم بصحته بدنيا اكتر، يشتغل على نفسه اكتر؟ انا معاكي في الحته ان هو محتاج بدنيا يقرص على نفسه شويه، يبقى أقوى. يقرص على نفسه شويه، انما هو اعتقد ان المفروض بقى له فتره في نادي الزمالك، المفروض ان هو بيتمرن، المفروض انه يكون وصل بدنيا لحاله كويسه، الفورمه بتاعته المفروض يكون وصل ده، انما عشان الواحد يقدر يوصل اللي هو عايزه محتاج انه يشتغل على نفسه اكتر، محتاج انه يتعب اكتر عشان يوصل لهدفه، عشان يثبت للناس ان هو فعلا يستحق يبقى موجود في نادي الزمالك يعني. انا عايزه اتكلم معاك يا كابتن محمد عن قطاع ناشئي نادي انبي، والحقيقه انه الواحد لما بيتكلم على الجزئيه دي بيكون فخور قوي ومبسوط قوي 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 بالاستثمار اللي انتوا بتعملوه وبتتعبوا فيه وبتشتغلوا عليه علشان تطلعوا لنا المواهب الجميله اللي فعلا بتثري الكره المصريه وبتكون فعلا اضافه للكره المصريه بشكل عام. عايزه اتكلم مع حضرتك اكتر على القطاع بتاع فريق انبي ونعمل مقارنه بسيطه ايضا بباقي القطاعات في الانديه. والله زي ما قلت كده فرح، احنا فعلا عندنا قطاع مميز جدا. بالمناسبه بحيي الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين يعني. اعتقد ان احنا عندنا قطاع مميز بيسري الكره المصريه بلعيبه كتير سواء سابقين او حتى ان شاء الله هيطلعوا حاليين. عايز اقول لك ان احنا كمان ابتدينا دلوقتي بقياده الاستاذ ايمن شيرين ان احنا ما بقيناش نصدر اللعيبه من الفريق الاول بس، احنا بقينا نبيعهم كمان من هما في الناشئين يعني. احنا لسه بايعين اعتقد زد لعيب 2007 بمبلغ كويس واستثمار فيه كويس اسمه هي. ابراهيم فلفل لقبه يعني، وكان قبلها براء 2000. ايوه عرفنا كده بالاسماء يا كابتن عشان نبقى عارفين، وكان براء هنشوف مين الفتره اللي جايه من اللعيبه بيتالق. وكان براء برضو دول راحوا زد، واعتقد النادي زد ماشي بخطى كويسه قوي، بيبني من بدري قوي، عندهم اداره واعيه كل القطاعات بيبني بصراحه بشكل مميز يعني، بيحاول يسبق الزمن او يقلل. بيعمل لهم بطولات يا كابتن يعني، بتتكلم على بطوله كاس زد الدوليه مواليد 2007، حضرتك بتتكلم على بطوله بيتجاب لهم انديه بمستوى اوروبي عامله ازاي علشان يكونوا بينافسوا في السن ده. هم بصراحه ماشيين بخطى ثابته وجميله وعاجبني جدا، وبيحاولوا يسابقوا الزمن ان هو بدل ما عبال ما بيدور فهو بيجيب من وهو صغير من عشان يبقى في الاخر ابن النادي، ودي حاجه برضو صحيح. تحسب لهم يعني. بعنا لعيب لسيراميكا 2005 اسمه محمد ابو العمايم. فبنبيع من القطاع من دلوقتي، لان احنا عندنا في القطاع صعب جدا ان انت تاخد كل المميزين يطلعوا الفريق الاول، لان اعداد كبير، في زخم، في كتير طبعا. كل الوقت اقول ان احنا عندنا تضخم في الكواليتي العالي. دي اميز ما شاء الله. تضخم في الكواليتي العالي، دي حقيقه، دي حقيقه. ما انا عايز اقول لك ان احنا معانا دلوقتي اربع لعيبه من 2005، والكابتن سيد ياسين المدير الفني فيه لعيبه مميزه جدا عايز يطلعها. احنا انا داخل معسكر بحوالي 38 لعيب الفريق الاول، وده عدد كبير اغلبهم قطاع الناشئين. حضرتك بتقول كده على طول تفكيري راح في كريم فؤاد. كريم فؤاد فين يا كابتن من وجهه نظر حضرتك؟ ليه برضه كريم فؤاد رغم انه رجع من الاصابه لسه مش واخد الفرصه الكافيه مع النادي الاهلي؟ بس هو كريم من اللعيبه المميزه جدا جدا، وهو يعني اللعيب عنده طموح وعنده باور، بس تملي في انديه الموضوع بيبقى صعب، الموضوع بيبقى مش الموضوع بطوله يعني. النادي الاهلي تملي تقريبا رغم انه لما شارك في اكتر مع في بطوله مع النادي الاهلي لا كان بيصنع الفارق وبيأدي ادى، بس هو في الاخر بتبقى مدير فني موجود شايف انطباعاته ايه وبيهدف لا كريم عامل موسم رائع في الحقيقه. صحيح. هقول لك على حاجه شبيهه بكريم، اكرم في البدايات كان كده النادي الاهلي، اكرم دلوقتي ثابت نفسه صحيح. بشكل رهيب بعد اصابتين او ثلاثه ما شاء الله ما شاء الله. انا بسمي اكرم توفيق المجتهد، ده مجتهد وهو المجتهد. طول عمره كده من ان هو صغير جدا معانا في القطاع، وهو حد راجل في الحقيقه يعني. فاقصد اقول لك ان ساعات المدير الفني او وجهه نظر المدير الفني تبطأ شويه انطلاق اللعب. انطلاق اللعب. خليني اختم حوارنا مع حضرتك عشان وقتنا خلص، وما ينفعش ان انا ما اختمش الحوار مع واحد من افضل
الكباتن لتولى القياده الفنيه للنادي الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال، الف رحمه ونور عليه. وما ان احنا بنتكلم على قطاع الناشئين يخلينا دايما ان احنا نفتكر الشغل الحلو قوي اللي كابتن ايهاب جلال عمله مع قطاع الناشئين. اتنين من اهم وافضل اللعيبه العسقلاني والساعي تم بيعهم، وهو اللي طلعهم، هو اللي اشتغل عليهم. انا عايز اقول لك ان كابتن ايهاب جلال الله يرحمه من وجهه نظري عمل معجزه مع النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت باللعيبه الناشئين دي، وقف قيد ويعمل الشغل اللي عمله ده ويخلي الاسماعيلي يبيع اتنين لعيبه مميزين وفرقه بقت شكلها كويس. كابتن ايهاب جلال اعتقد ان الناس عرفت قيمته، بس للاسف بعد فوات الاوان. الف رحمه ونور عليه يا رب. اللهم امين. تحياتنا لحضرتك يا كابتن محمد، دايما يا رب بتشتغلوا وبتنجحوا ودايما وراكم وفي ظهركم، وبنسعد بكل نجاحات فريق انبي. شكرا فرح. شكرا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشات قنوات اون تايم سبورتس. نشوفكم باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم. يومكم خير وسعاده وفرح.